عنك مرت عمي. ريحي حالك. اصلا انا اخذته من ام علي لاتسلى. قلت بساعدك فيهم. ما بتقصري. حكيت جبل؟ حكيته. وهو بألف خير من الله. هو له بالعادة ينام برات البيت؟ قبل هلا لا. وقد ما يكون في عنده شغل كان يرجع وينام بتخته حتى لو وش الصبح. طب وليش ما رجع؟ جوزك. بس يرجع اسألي. مش لما يرد علي من أساسه؟ يا سمية، جبل همه كبير، ولو ملاقي حضن دافي وقلب صافي كان راح يسمعك وتسمعيه.